في حديثنا عن من باع من ومن اشترى من ومن يعمل من التسجيل رقم 3. طبعا احنا قلنا الامر ده واضح وطير حجر عنده مجموعة يعني. وكان البياع طير حجر له ناس مشاركين: آدم الطاهر، محمد عبد الله، عبد الله يحيى. نسأل نسأل من الذي استلم المال ما طاير حجر ليتم بيع وشراء دارفور والسودان للجنجويت والعمارات؟ المستلم طاير حجر نفسه، ما هو محمد عبد الله. يقال إذا اختلف اللصام ظهر المسروق. هو اختلاف يعني طاير حجر والنائب ده في تقسيم الكعكة ظهر بعض الخلافات، لذا وجدنا تلك المعلومات. وكانت تلك الخيانة فيما بين البياعين، وهو خيانة عبد الله الوزير في الحكومة. طبعا عبد الله ده وزير في الحكومة السودانية ونائب طاهر حجر. قام هذا الأخير بإرسال فتح عثمان ابن طاهر ابن عم الطاهر حجر ومجموعة من المنتهزين لأداء قسم الولاء والتبعية لحميدتي ووقوفهم معه إعلاميا في دعم المستعمر الجنجويدي الإماراتي. استلموا 7 مليون دولار بعد أداء قسم الولاء وترك أهليهم في العراء وبيع دارفور والسودان للمرتزقة الجنجويد. محمد عبد الله أخذ 1 مليون دولار وطار بها إلى مصر، وتم توزيعها لأبناء أمومته المغربين في الحركة. الطاهر حجر أرسل بطريقة ملتوية لرفيقه في الانتهازية يحيى ده موجود في بريطانيا هنا طبعا، أرسل له أموال للاستثمار، واليوم عنده باخرة محملة بالسكر متجهة إلى بور السودان. نتمنى الحكومة السودانية تتفحص هذا الصوتية وتبحث عن الباخرة التي تحمل سكر وعن الاسم يحيى هذا اللي المقيم ببريطانيا. كذلك طاهر حجر لديه أخ يسمى الصديق شمو، نائب مكتبه بالخرطوم، طبعا من أقربائه، وما هو آدم الطاهر عميد المالية. استلموا 120 مليار سوداني ما يعادل 220 ألف دولار، فتحوا بها شركة في العمارة الكويتية بالخرطوم، وبيستورد بها ألبان 120 مليار سوداني اللي اشتروا من حميدتي أو تقسيم الثروة أراضي دارفور، عاملين بها شركات في العمارة الكويتية بالخرطوم، والآن في طريقهم إلى بور السودان. ما شاء الله الناس في دارفور جعانة ومهجرة وحوالي صعاليك شغالين بدم أهلهم تجارة. الطاهر حجر منح نسيبي عبد الجبار نايل سراج 80 مليار سوداني ما يعادل 130 ألف دولار لاستيراد مواقع كهربائية من الصين لجنوب السودان بجوبة. والآن النسيب ده موجود بمنزل عبد الله إبراهيم دفع الله بجوبة. عبد الله دفع الله السكرتير بمكتب الطاهر حجر بالقصر الجمهوري أخذ 300 ألف دولار وانقلع إلى هلفة، ومن هلفة إلى مصر، ومن مصر طبعا لديه أوراق بريطانية الآن مقيم هنا في بريطانيا.